بسم الله الرحمن الرحيم. انا ميرنا ماهر حلمي مرزوق، محافظه اسيوط، مركز ابو تيج. انا طالعه النهارده علشان اقول للدنيا كلها اني انا ربنا انعم عليا بنعمه الاسلام. تاني حاجه، اهلي عمالين يقولوا اني انا مخطوفه. انا مش مخطوفه، وعلى فكره انا بلغتهم بدل المره 2 و3، انا مش مخطوفه، وقلت لهم اني انا اسلمت. وهم برضو في دماغهم ان في ناس ضحكت عليا زي اي حد، واحد ضحك عليكي، واحدة ضحكت عليكي ودخلتك الإسلام والكلام ده كله. أولا أنا سافرت القاهرة يوم 11/9، صبحت القاهرة يوم 12/9. أول ما صبحت دخلت على مجمع البحوث الإسلامية في مدينة نصر، رحت علشان أعمل إجراءات الإسلام. أول ما دخلت قالوا لي احنا لازم طالبين منك صور شخصية. انا ما كانش معايا صور شخصية، رحت اتصورت الصور الشخصية وطلعت فوق. خدوا الاجراءات زي اي حاجة، دخلت هناك قالوا لي اسمك ايه، قلت لهم ميرنا ماهر حلمي، وخدوا مني البطاقة تحت. طلعت فوق، اول ما قعدت الراجل اللي هناك بيقول لي يا استاذة انت جاية تعملي الموضوع ده؟ في حد ضاغط عليكي؟ في حد ما يخليكي تعملي كده؟ في حد محرضك ان انت تعملي كده؟ قلت له والله العظيم ابدا. اول ما دخلت خد الاجراءات وبيجي يكتب، طبعا هو اجراءات، وكتبني تقرير اقر انا ميرنا ماهر حلمي بكذا كذا كذا، اني محدش ضغط عليا وان انا داخله الموضوع ده برغبتي. تاني حاجه قال لي انت عايزه تغير اسمك؟ قلت له مش هينفع ان انا اغير اسم، لاني انا اسمي طبيعي، انا بقى زرعه كلى، والاسم ده موجود في اوراق في نفاكة الدوله والقرارات، انا مش هقدر اغيرها، وبالطبيعه لو غيرت الاسم فهتطلع لي البطاقه باسم جديد. فاضطريت اني انا ما اغيرش اسمي علشان بعد كده لما اجي اصرف علاجي، بس اللي هو يتغير من مسلمه، من مسيحيه لمسلمه. بعد كده اتجهت عند خالتي في شبرا الخيمه، قعدت عندها 4 5 ايام. بجيت بقى امشي يعني باخد علاجي، يوم اعمل تحاليل، يوم اعمل اخد علاجي، يوم اكشف، يوم اصرف علاج، كانت الدنيا ماشيه على كده. بعد ما استلمت الشهاده بتاعتي اتجهت لوزاره العدل، اختموا الشهاده ب3 اختام. بعد ما اختموا الورقه قالوا لي تطلعي بيها على السجل المدني علشان تغيري بياناتك. من السجل المدني هياخدوا يستلموا منك الشهادة من مسيحية لمسلمة. بعد كده انا ما قدرتش بقى، بعد ما المشوار كان صعب عليا ومواصلات ومصبحة من بالليل لتاني يوم الصبح، قلت خلاص مش هينفع، لاني لو سلمت الورقة دي في السجل المدني مش هتبقى معايا شهادة. فاضطريت ان انا احتفظ بيها لحد ما اعلن اهلي، فبالتالي بياناتي ما اتغيرتش في السجل المدني. فاهلي بيقولوا ان احنا استخرجنا شهادة ميلاد وانتي مسيحية، بس انا في الحقيقة انا مسلمة، انا الان مسلمة، بس مرضتش اسلم الشهادة اللي معايا علشان اقول لاهلي اني انا اسلمت. وبعد ما قلت لهم اني انا اسلمت بقت المراقبة عليا من جميع الجهات. منهم اول حاجة ان هم اتجهوا لشبرا الخيمة، قسم اول شبرا الخيمة، شبرا الخيمة قالت لهم التجؤوا للمكان اللي هي تابع فيه. راحوا المركز بتاع ابو تيج وعملوا، عايزين يعملوا محضر تغيب. الضابط بيقول لها يا امي انت عايز تعملي محضر؟ قالت له عايزه اعمل محضر، بنتي متغيبه لها 4 ايام. قال لها ازاي تعملي محضر بنتك ليها متغيب 4 ايام؟ لسه فاكره تعملي محضر دلوقتي يا ماما؟ راحت بعدها على طول اللي كان جوزي بقى راح الجسم وبيقول لهم الاستاذه بعتت كذا 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 ليا. قالوا له لما هي اسلمت وبعتالك انت عايز ايه؟ شويه كلام حصلوا، قال لهم انا عايزه اتبرى منها او حاجه زي كده، فقالوا له احنا ما عندناش الكلام ده ومشوه. تاني حاجه ما لقيوش فايده من جسم ابو تيج، التجأوا لمصر تاني. اولا انا بعد ما عملت واسلمت وخلصت كل حاجتي بعت جوابين، جواب للامن الوطني اللي هو امن الدوله بتاع اسيوط، وبعت جواب تاني لجسم ابو تيج في صورة بطاقتي وفي صورة الشهادة بتاعتي الاسلام، وفي جواب كنت كاتبة فيه كلام اني انا ما يعتبرنيش متغيبة او هاربة، لاني انا بعد ما عملت المشوار ده اي اهل ممكن يمسكوا البنت يذبحوها. بعد كده اختفيت فترة طويلة،
عرفت بالأخبار إنهم ظالمين واحدة صاحبتي اسمها أميرة. أميرة دي من بيت أبو علام، تمام؟ أميرة دي كانت صاحبتي، وأنا كنت فاتحة محل في شارع أبو خضيري كوافير. تاني حاجة، أميرة كانت بتروح وتيجي عليا كأنها زبونة عادية. صاحبنا وعرفنا بعض ومشينا مع بعض كتير، بس والله العظيم ما عمرنا ما اتكلمنا في حوار الدين ولا الديانة ولا مسيحية ولا مسلمة، كنا اخوات واحنا في الطبيعة اخوات يعني. جينا بعد كده أميرة حصل معاها مشاكل وضغوط كتير من اهل باباها، فاضطريت ان انا ابعد، كانت في معاها مشاكل. مشيت في حواري والتجأت لربنا، رميت حملي كله على ربنا واسلمت الحمد لله. تاني حاجة، ان هما بيقولوا ان في على التواصل الاجتماعي في واحد اسمه استاذ رمضان عبده. اولا رمضان عبده ده راجل كان شغال في ابوتيج في مكتب تذاكر. انا بما اني بتردد على القاهرة في الشهر مرتين وثلاثة، بالتالي كان في غيره وغيره كتير، ناس كتير بدون ذكر اسماء كانت بتساعدني، حتى لو مفيش تذاكر بيطلعولي تذاكر. الراجل ده حتى لو مفيش تذاكر كان بيجمع لي من الطوارئ وكان بيخدمني علشان خاطر مرضي. التجأت بعد كده لناس كتير، يعني هو ما بيبقاش دايرك شغال 24 ساعة، يعني اكيد انتوا عارفين بالموضوع ده، ان ناس بتاخد ورديات وناس بتستلم من ناس. ناس غيره كانوا بيساعدوني، وبسبب مرضي انا ما كانوش بيخلوني اقف على الشباك، كانوا بيخلوني ادخل من جوه رغم ان المكتب ده في عهدة وممكن حاجة تضيع من هناك. الراجل ده والله العظيم ملو دعوة بأي حاجة، وانا طلعت النهاردة عشان ابرق كل واحد هيودوه هما في 60 داهية. حرام عليكم اللي بتعملوه في الناس، كفاية اللي عملتوه قبل كده. الراجل ده كان بيساعدني علشان خاطر مرضي، وانا طالعه النهارده علشان اقول الراجل ده ملوش اي ذنب، والدين الاسلامي داخلاه برغبتي، والله العظيم داخلاه برغبتي، ولو فيها موتي انا مش هرجع، انا مش عايزه ارجع. كفايه الناس اللي اذيتوها، سيبوا الناس في حالها، انا اللي عملت كده بارادتي. كفايه بهدله، كفايه كلام عن النت من كذب ومن صح. انتوا التجأتوا للجسم وما عملكمش حاجه، لاني بالتالي انا بعت وبقول كذا 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 اني اسلمت، في ايدهم ايه يعملوه لكم؟ يجيبوني عشان تموتوني؟ وحتى لو هرجع عشان تموتوني هموت وانا على دين الاسلام، مش عايزه اغير ديانتي. والله العظيم ولا اميره ليها ذنب، ولا رمضان اللي اسمه رمضان عبده ده مالي اي ذنب. انا دخلت الاسلام برغبتي وبارادتي وبدون اي ضغط عليا، والدين ده محدش بيقدر يخطئ يعني يخصف فيه على حد، يعني مش معنى صح دي مش كوبايه ميه تشربها ولا لا. انا هعيش باقي، كفايه الايام اللي عشتها، انا الحمد لله انا بعيش باقي ايامي على نور وعلى حد. كفايه بهدله للناس، ارحموني وسيبوني في حالي، مش طالبه منكم غير انكم تسيبوني. انا كلمت ماما واختي وبدر، كلمت امي ودينا ماهر ومريان ماهر ومينا ماهر، وكلمتهم وقلت لهم انا مرتاحة على وضعي كده، اسلمت ومرتاحة، ابعدوا عني، هتقبلوني على وضعي هكلمكم، ومفيش حد بيتبرى من اهله ولا من امه، تمام. تاني حاجة قالوا لي ارجعي ارجعي، ولو انت كنت بتعملي المشوار ده علشان تتطلقي من جوزك احنا عندنا استعداد نطلقك في 3 شهور. قلت لهم مش هرجع، وكلموني وكلمتهم وقلت لهم انا مش مخطوفة، وبرضو عمالين يأذوا في الناس ويقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، والراجل ده اللي خطفها. انا والله العظيم ما مخطوفة، انا عندي استعداد اظهر، بس مين يضمنني ان لو ظهرت محدش فيهم يعمل فيا حاجة. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. كفاية بهدلة للناس، كفاية كلام عن النت من كذب ومن صح، كفاية. انا حتى علاجي مش عارفة اطلع استلمه بسبب اللي هما بيعملوه، وان هما لو مسكوني ممكن مش ضامنة يعملوا فيا ايه. انا النهاردة طلعت واقول في الفيديو اني ولا الاستاذ رمضان عبده لي اي ذنب، ولا اميرة ليها اي ذنب، والله العظيم ما في اي حد ضاغط عليا ولا اي انسان كان يعرف بموضوعي، لاني كنت بعمل كل حاجة في الخفاء،
ويوم ما رحت عند خالتي وقعدت 4 ايام انا كنت على طبيعتي تماما، كانت الشهادة معايا في اول يوم اروح لها. اي نعم كان مرهقة شوية لان ده سفر ومن ليل لصبح ومشاوير ومدينة نصر. كنت مرهقة، بس مش مرهقة كمخدر ولا كبرشام مدينهولي يمسح لي الذاكرة، لا، اللي زارع كده ممنوع عليه اي برشامة غلط، لان ممكن اي برشامة ياخدها يروح في 60 داهية. رحت ومشيت من عند خالتي على طبيعتي، وخالتي بقت تقول لي خليكي، قلت لها لا يا خالتي انا همشي، انا خلصت اللي ورايا وهمشي. وبالتالي كلمت امي وانا في عربيات رمسيس وقلت لها انا جايه البلد، لاني بالطبيعه لو قلت لها ان انا مش جايه واسلمت الدنيا هتخرب عليا في ثانيه. انا كلمتهم بدل المره 2 و3 وحذرتكم وقلت لكم بلاش تأذوا حد علشان ما اطلعش اعمل فيديو واقول كذا 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 كذا، وانتوا برضو مصرين ان الشهادة مزورة. الشهادة مش مزورة، لو مزورة ما كانش يبقى فيها اختام حقيقية. انا هصورها لكم دلوقتي ثانية. لو الشهادة مزورة هيبقى فيها أختام كده. كان هيبقى فيها أختام وختم النسر كده. أنا طلعت وقلت كل اللي عندي، وبالطبيعة إن الجسم مش عايز ياخد أي خطوة لأن الجسم عارف إن أنا أسلمت وأنا عارفة بكده. كفاية بهدلة، كفاية بهدلة، لو سيبوني في حالي هتقبلوني على وضعي كمسلمة خيرا كان، مش هتقبلوني بجنسوني، اعتبروني مت، اعتبروني مهاجرة مسافرة زي ما تعتبروها اعتبروها. تاني حاجة، انا بدجج على مشوار اميرة ورمضان، ولا اميرة ليها ذنب ولا رمضان ليه اي ذنب. أميرة كانت صاحبتي ورمضان كان راجل بيخدمني وغيره 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 في المحطة، وأنا عايزة الجهات تروح وتسأل إن رمضان كان بيساعدني لوجه الله إني لجيلي تذاكر، والراجل ده أنا عمري ما شفت منه حاجة وحشة ولا أي حد في المكتب، وكلهم كانوا عارفين مين مرنا وكلهم كانوا زعلانين عليا بسبب مرضي وبسبب سني الصغير. تمام، بدقق تاني، كفاية ظلم في الناس، كفاية اللي عملتوه. انا مش هتكلم واقول ايه اللي انتوا عملتوه علشان مش عايزة الكلام ده. لو رحت القسم او رحت الامن الوطني ساعتها هقول كل حاجة، لكن كلام على النت مش هينفع اتكلم، وانتوا عارفين ايه اللي انتوا عملتوه كويس. انا كلمتكم وبجيت اقول لكم بلاش تقولوا عليا ان انا مخطوفة، انا اسلمت واسلامي صحيح، ولا في لف ولا في غش، لاني لو في حد ضحك عليا او في حد مخليني اعمل كده بالطبيعه اسلامي هيبقى كاذب، لان مفيش واحده بتسيب ديانه وتروح لديانه علشان خاطر بني ادم او علشان خاطر حد ضحك عليها بكلمتين. انا مش صغيره، انا عندي 24 سنه وعارفه انا بعمل ايه، واللي مريت بيه في الدنيا مش قليل. وثانيا بيقولوا اني انا اسلمت علشان رمضان، او رمضان خطفني. رمضان مين؟ انا كنت متجوزه، وبعد الوساخه والقذاره اللي شفتها من جوزي الاولاني انا مش عايزه اتجوز تاني. كفايه كلام، كفايه كلام وكذب على الناس. فيها ايه يعني لو كنتوا خفيتوا الخبر وقلتوا ان انا اسلمت؟ ليه مخطوفه ومش مخطوفه ومخدر ومش مخدر وخطفينها والكلام ده كله؟ لو مخطوفه ما كنتش كلمتكم، لو مخطوفه زي ما انتوا بتقولوا ما كنتش طلعت قلت يا امي انا مش مخطوفه وانا كويسه واسمعيني والحوارات دي كلها. ليه عاملين ده كله؟ انا واحده وطالعه بقول لكم انا اسلمت، ابعدوا عني، عايزين ايه تاني؟
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.